جماهير الكرة المصرية بتنتظر النهاردة مباراة فريقي بيراميدز وزد، وده في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، واللي هتجمع بينهم علشان نحدد بطل النسخة رقم 92 من البطولة المحلية. النهائي الأول مرة هيكون بدون أحد القطبين الأهلي والزمالك من سنين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة وطبعا التوقعات من الناقد والمحلل الرياضي عمرو الخشاب. صباح الخير يا أستاذ عمرو. يا أستاذة هنا، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على جميع السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. كده في البداية، بتشوف إزاي مباراة النهائي النهاردة بين بيراميدز وزاد، أول مرة ما يبقاش فيه أهلي وزمالك في النهائي؟ بصي، يعني هناخد من كلامك إن هي بطولة استثنائية، مش عشان هي البطولة الأقدم بس اللي يعني اتلعبت أو كانت أول مرة تتلعب سنة 1921، ولا عشان خاطر إن هي بين زاد وبيراميدز، لا، خلينا نتكلم أكثر تحديدا إن إحنا النهاردة برضه هنشوف بطل لأول مرة هنشوفه من حوالي 13 سنة. يعني يمكن آخر مرة نادي فاز ببطولة الكاس غير أهلي أو زمالك كان سنة 2011 لما إنبي تغلب على نادي زمالك في النهائي. فكلنا طبعا مشتاقين إن إحنا نشوف فعلا فرقتين، فعلا ده ناتج الاستثمار الرياضي الناجح. فرقتين بالفعل كان ليهم ثوابت، ما صعدوش للنهائي بالصدفة، لا، كان كل فريق منهم يا أستاذة هالة كان فعلا يعني مشواره صعب جدا جدا، وطبعا ده يقلل بالنجاح، سواء فوز زد على نادي الإسماعيلي في المباراه اللي اقيمت من حوالي 3 ايام وفاز 1-0، او حتى فوز بيراميدز على النادي المصري بركلات الترجيح. على الرغم ان انا ممكن بقول كده، واحيانا ممكن اكون متضايق شويه، ان انا كنت اتمنى افوز مباراه، يعني اشوف مباراه جماهيريه بين النادي الاسماعيلي والنادي المصري، لكن فعلا برضو بقول ان بيراميدز وزد يستحقوا فعلا الوصول للنهائي، ان هم قدموا مشوار مميز جدا سواء في الدوري او حتى في ماتشات الكاس. كنت بتكلم بيراميدز كان ند قوي جدا وقد التنافسيه، ازاي قدر يخلي ضغوط على النادي الاهلي ويوريتيتش مع المدير الفني اللي عمل رقم مميز جدا، حوالي 13 فوز او 14 فوز متتالي، لولا الماتشين اللي خسرهم من النادي الاهلي كان خرج سياق بره سياق المنافسه. بتتكلمي على اكتر فريق او ثاني اكتر فريق تحديدا تسجيل الاهداف، ثاني اكتر فريق صناعه الفرص، اول اكتر فريق اهداف، يعني شباكه ما استقبلتش اهداف، فكل دي مش ما جاتش من بحد الصدفه تماما. بيراميدز السنه دي قدم موسم مميز جدا جدا، يمكن حتى كانت الاختيارات في اول الموسم استاذ هاله متعلقه تماما بالجانب الفني فقط، لغير غير الشغل الاعلامي، غير الصفقات من اجل الصفقات، لا، كانت معظم احتياجات الفريق كانت بتلب بلعيب كلاس ايه، لكن تبقى لاحتياجات الفريق. في السياق الاخر زد ختم الدوري اللي هو الموسم المنقضي، اخذ المركز السابع مع كابتن مجدي عبد العاطي، راجل فعلا تحس راجل محنك فعلا بصعود الفرق، سواء فاركو قبل كده او حتى اسوان، ثم بعد كده شفناه يمكن اول مره ياخد المبادره من اولها من مع نادي زد، يمكن ما كانش موفق تماما في التجربه اللي كانت السابقه يعني مع نادي فاركو، لكن السنه دي مع نادي زد حصل المركز السابع. بتتكلمي على حتى لاعب 40 مباراه معاهم، يعني عامه سواء في الدوري الممتاز به اللي هو اللي قبل الماضي او حتى السنه دي، اخذ المركز السابع، ثالث اكثر فريق صناعه الفرص، رابع اقوى هجوم في الدوري، يعني طبعا حدث ولا حرج على ارقام واحصائيات الفريقين، فده كلنا طبعا بيخلينا ان احنا مشتاقين نتفرج على او ننتظر مباراه مصريه ما بين زد وما بين بيراميدز. ويعني برضو اخيرا هنشوف بطل تاني او بطل اخر او بطل جديد. طب وتوقعاتك ايه بقى؟ لانه يعني فريق بيراميدز طبعا بيضم يعني لاعبين مميزين جدا، فتوقعاتك ايه لمباراه النهارده؟ بصي، صعب التوقع في الكوره، لكن في الاول في الاخر انا بتكلم بناء على القوة التنافسيه، الفرقتين جاهزين بدنيا وذهنيا، الفرقتين رجلهم في الملعب كده بلغه الكوره. صعب قوي كمان في المباراه النهائيه نقدر نقول ممكن يعني كفه مين تكون يعني ترجع على الكفه الاخرى. المباراه النهائيه طبعا بتبقى امور صعبه جدا من ناحيه الامور الفنيه، اللي بيضغط عليها اكتر هي مدى الحضور الذهني، مدى الهدوء والثبات الانفعالي. خبرات لعيبه يمكن بيراميدز احيانا هي ممكن بترجح الكفه دي، عندك لعيبه متمرسه في يعني في المنافسه على البطولات سواء بانديتها السابقه اللي لعبوا فيها سواء الاهلي او الزمالك او حتى الاسماعيلي او انديه اخرى كبيره يعني. الى جانب اخر برضه زد عنده من العناصر المميزه اللي قدرت تساعده على تحقيق المركز السابع، لكن انا ممكن اقول لك يعني ممكن الاحساس، واحيانا برضه الاحساس ممكن خادع احيانا في الكوره، ممكن الامور تروح اكتر لبيراميدز يعني. يعني هو طبعا في ناس كتير بترجح الراي دوت. طيب الغيابات يا كابتن عمرو، هل الغيابات ممكن تؤثر على اداء الفريقين؟
بصي لا، الفرقتين فيهم عمق سكواد، يعني الفرقتين فعلا فيهم عمق سكواد، سواء بيراميدز او يعني بتتكلمي حتى على زد. يمكن لو الغياب الابرز ممكن يكون محمود مرعي نتيجه طرده في المباراه الاخيره امام النادي المصري، لكن هو يعني يوريتيتش عنده من العناصر المميزه على الدكه. بتتكلمي على اسامه جلال، بتتكلمي على احمد سامي اللي بيقدم مستوى بصراحه مميز جدا منذ بدايه الموسم، حتى يعني المباراه الاخيره امام النادي المصري عنده يعني كريم حافظ، شفنا كريم حافظ لعب قبل كده سنتر باك، يعني بتتكلم على عناصر كتير اخرى اكيد ممكن مش هتحس بيها في الغيابات. برده في السياق الاخر جد عنده عمق سكواد، حتى العناصر اللي جت في زد ما كانتش يعني ما جاتش من اول الموسم ككلاس ايه، لا كانت كل الارتياحيه لكابتن مجدي عبد العاطي يختار العناصر اللي هو محتاجها، سواء اللي موجوده في الدوري الممتاز يعني او متمرسه في الدوري الممتاز تحديدا، او حتى العناصر اللي اشتراها من الانديه في الدرجه الادنى من دوري المحترفين. فانا لا يمكن صعب قوي اقدر احدد لك ان ممكن الغيابات تاثر. وشفنا كان ابرز الغيابات اللي كان قعد فتره طويله غايب رمضان صبحي لما كان موقوف، طبعا ما حسيناش تماما بالغياب دي خالص مع رمضان صبحي مع بيراميدز، حتى بيع عبد الله السعيد اللاعب الابرز والاميز في مصر حاليا من نادي بيراميدز لنادي الزمالك برده ما حسيناش الجزئيه دي. ان دلوقتي ان بيراميدز اهم شيء في المنظومه هو يوريتيتش قدر يخلق فعلا منظومه هجوميه مميزه جدا وصلب دفاعيا. طب يعني الفرقتين اتقابلوا يا كابتن عمرو يمكن 3 مرات الموسم دوت، من خلال يعني رصد الثلاث لقاءات دولت تتوقع ايه؟ يعني من تحليلك للثلاث مباريات اللي بالفعل اتقابلوا فيها الفرقتين. انا معاك، كان طبعا الانتصار يعني البيراميدز وتعادل، يمكن زد ما كسبش بيراميدز يعني في الموسم المنقضي ده، لكن برضه ماتشات الدوري وفي الفتره دي او في الوقت المعين اللي لعبوا فيه ماتشات كان اللعيبه اجهز بدنيا، اميز ذهنيا، اللعيبه كان عندها حضور ذهني كويس جدا، ما كانش فيه تلاحم من الماتشات الكبيره ده. لكن انت بتتكلمي حضرتك النهارده 30 اغسطس، يعني الموسم وصل لحوالي 11 شهر، وده يعني حاجه فوق الاستثنائيه، حاجه صعبه جدا جدا. فطبعا العامل البدني ياثر على الفرقتين، لكن اللي هيكون اجهز ذهنيا، اللي يكون عنده ثبات انفعالي وهدوء، هو اللي ممكن المباراه تروح ليه. فصعب جدا يا استاذه هاله، طبعا من سؤالك مميز جدا، ان انا اقدر اقارن نتائج الفرقتين في ال3 ماتشات الاخر اللي لعبوا في الموسم، يعني سواء يعني في كاس او حتى في الدوري، اقدر اقارنهم نتيجه ماتش النهارده، ان المباراه النهارده من 90 دقيقه او حتى لو وصلنا الاكسترا تايم، فصعب جدا التوقع او صعب جدا اقدر اقول لك مين. انا قلت لك في بدايه سؤالي او بدايه سؤال حضرتك ليا، قلت لك انا حاسس ممكن بيراميدز يعملها لخبرات لاعبيه اكثر، خصوصا لو بيراميدز كان عنده الاستباقيه وسجل الهدف الاول. يعني على العموم هننتظر وهنشوف النتيجه. بنشكر حضرتك الناقد والمحلل الرياضي كابتن عمرو الخشاب، شكرا جزيلا.